المشوار هنا كان مشوار مرة حلو، متعب، شاق، رهيب، بس لو الزمن رجع بي وقال لي أعيد ولا لا هعيده بدلا مرة. قرار أني أشارك في برنامج بوليفار المواهب كان قرار قوي بالنسبة لي. كنت شخص يغني بس كان مجهول، كل شيء كان جديد علي حرفياً من الصباح ألين ما أغمض عيني قبل ما أنام. لما دخلت وشفت الكاميرات في كل مكان، المخرج طالب مني ما أطالع في الكاميرا وأنا ماني متعود إنه في أحد حواليني، بدأت أتوتر، ما كنت أصلاً عارف أتكلم. أوكي كيف تبغى؟ بالقوة كانوا بياخدوا مني جملة. كان اليوم ده هو اليوم اللي أنا بدأت فيه مشواري، مين بدر؟ مين اللي حيجي دحين وحيتكلم؟ طبعاً أنا جيت كلمة مهرضة تطلع مني. جالس في البداية على الكرسي وقدامي كاميرا بس، وكل ما أجي أتكلم أطالع في الشخص اللي قاعد يكلمني يقول لي أتكلم للكاميرا، وأنا ماني متعود على ذا الشيء. اسمي بدر عمر لعبة، إحنا داخلين المدرسة. أنا ماني فاهمك مرة كويس، المشكلة حتى لدرجة إن أنا صرت بطلع توتري في الكرسي، بتحرك ويقولوا لي أثبت، حاول إنك أنت تهدى. لا أنا أبغى ثبتوني خلاص صح؟ كل اللي عدى كان عبارة عن تصوير يمديني أعيده أكثر من مرة، وفي مونتاج وفي ترتيبات له، بس دحين صار وقت تجربة الأداء لايف. الغلطة الوحدة محسوبة، وحكون موجود على كل شاشة، موجودة في كل بيت. الأدي ولا السماء هو السميع العليم، 7 مرات حرفياً. كل اللي كان في بالي أني قاعد أقول الله يستر، يا رب أعدي اليوم ده على خير. المشترك الجاي من السعودية، يحب الخصوصية وفي نفس الوقت قاعد يدور على الشهرة، خلونا نشوف سالفته. في ثواني حاكون موجود في كل الشاشات اللي في كل بيوت الناس، وما عاد حيمديني أعمل أندو للشيء ده، مجرد ما حاطلع على المسرح حأنسى حياتي القديمة. منون الخير. وجهي حيكون معروف، حأنسى خصوصيتي خلاص. مجرد ما طلعت على المسرح وشفت الجمهور حسيت برعب. على قد ما كان الشيء ده حاطط علي حمل وضغط، على قد ما كنت قاعد اقول لنفسي خلاص انا وصلت للشيء اللي انا ابغاه وما حاتراجع، انا على بعد خطوه من الحلم. كان في رجفه من الخوف، بس على نص الاغنيه حسيت انه انا اوريدي هنا، ليه اخاف؟ اطلع كل اللي في قلبي و خلصت هنا. وبدأت أستنى أحد منهم يضغط الأزرار. المانجرز القرار لكم، هل بينضم لنا بدر؟ الموضوع كان يوتر بزيادة، قاعد أستنى منهم.